وصل عدد الحجاج التشاديين الذين وصلوا حتى اللحظة إلى المدينة المنورة 3400 حاج وحج. هذا ما أكده نائب رئيس لجنة بعثة الحج والعمرة لهذا العام أبو بكر علي إمام. أول طائرة وصلت في الأراضي المقدسة يوم 19 في الشهر الجاري. حجاج بيت الله الحرام الوصلوا حاليا 3400. 1300 تقريبا وصلوا مكة. 900 في طريقهم لمكة. و 852 حوالي تقريبا 900 موجودين في المدينة. ونحمد الله سبحانه وتعالى حالة الحجاج من ناحية السكن مطمئنة. ونحمد الله كذلك في الصحة. لحد الآن الحجاج التشاديين في صحة تامة. وحتى من ناحية النقل بين مكة والمدينة النقل ماشي كويس. وننتهز هذه الفرصة أن نطلب من الإخوة أن يساعدونا بصفة عامة، وحتى في الطائرة لما جايين خلي يقوموا بمثلا يعني كتابة الأسماء ورقم الباسبور عشان يسهل لنا في المطار. ونشكر الحكومة التشادية أولا لكل الجهود البذلتة وعلى رأس رئيس الدولة الرئيس إدريس ديب إتنو، وكذلك السلطات في السعودية وعلى رأسهم الملك للتسهيلات اللي قاموا بها لصالح ليس بس الشعب التشادي والسعودي ولكن للأمة الإسلامية بصفة عامة. بهذا الخبر من الأراضي المقدسة ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.